قيم نزرعها نعليها بقلوب الناس ننميها بها نسمو وبها نرقى ونفاخر في الدنيا فيها بالأخلاق تحلت نورا وبها رسمت أحلى صورا وكذلك فواز فينا كالبدر أضاء لنا نورا. وهنا يكمن السر، حيث نجد الإجابة في أبسط الأشياء حولنا. نورة، هل أنت بخير؟ أنا بخير يا فواز. أشك في ذلك، ماذا أصابك؟ لقد أصابتني الحكمة يا فواز، فالحكمة تصيب الحكماء. لقد قرأت في قصة أن الحكماء يكونون هكذا، يسيرون بهدوء وحكمة، يجلسون بهدوء وحكمة، يتكلمون بهدوء وحكمة، فقررت أن أصبح حكيمة. تحاولين فعل أشياء جيدة بطريقة غريبة يا نورة. سوف أذهب لتحضير حقيبة المدرسية، هل ترغبين في شيء قبل أن أذهب لغرفتي؟ انظر حولك يا فواز، سوف تجد الإجابة في أبسط الأشياء. أها، لقد سمعت هذه الجملة منذ بضع دقائق، يبدو أن الحكمة قد انتشرت في أنحاء المنزل. أنا سأفتح الباب يا أمي. في المرة الأولى دق الجرس مرة واحدة، وفي المرة الثانية دق الجرس مرتان. هذا يعني أنه في المرة الثالثة سوف يدق 3 مرات. يا لك من حكيمة يا نورة. من بالخارج؟ أنا والدك يا نورة. لماذا تأخرت في فتح الباب يا نورة؟ آسف يا أبي، إنها الحكمة، فأنا كنت أسير بحكمة. ابنتي الحكيمة، جميل جدا أن نبحث عن الحكمة، ولكن الأجمل أن نفهم معنى الحكمة أولا. وما معناها يا أبي؟ الحكمة يا نورة هي أن نضع كل شيء في المكان المناسب له، ونفعل ما ينبغي علينا فعله بالطريقة المناسبة وفي الوقت المناسب. وهذا عكس ما فعلته تماماً، أنت محق يا أبي. ولكن أتعرفان؟ كنت أشعر وأنا أتصرف هكذا بملل شديد، وكنت أسأل نفسي هل الحكماء يشعرون أيضاً بهذا الملل؟ انظري حولك يا نورة، الإجابة في أبسط الأشياء. (تصفيق)